الاهلي النهارده هيبقى محمد الشناوي، محمد هاني في القلب، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ناحيه الشمال ايمن اشرف، في نص الملعب في حمدي فتحي ومجدي قفشه في القلب، على الاطراف جيرالدو واحمد الشيخ واثنين راسين حربه اليو بادجي ومروان محسن. اما بالنسبه للبدلاء هيبقى علي لطفي، جونيور اجاي، اليو ديانج، وليد سليمان، محمد شكري، احمد فتحي، محمود وحيد، عربي بدر، محمد فخري. بيلعب راسين حربه.